بميزان العدد أو بميزان الكم أو بميزان مجال انتهاكات يمكن الحديث عن هذا السياق. لكن خليني نقول بأن ما يحدث الآن هو تحصيل حاصل، هو نتيجة لمقدمات ونتيجة لعشرين سنة من التهالك، هو هذا هو اللي كان منتظر، هذا هو الذي كان يتحدث عنه الذين يستشرفون في السياسة برؤى وبمناظير حقيقية عندما كانوا يقولون بأن بعد هذه الفترة سيكون هناك تهالك حقيقي على مستويات متعددة. نحن وصلنا إليه، لم نصل إليه من لا شيء، وصلنا إليه من سياسات بوتفليقة وسياسات الإدارة البيروقراطية وسياسات العسكري طارية، السياسات التي كانت بعيدة كل البعد عن السياسة، لأنه للأسف منذ 20 سنة وحتى الآن لم تحكم الجزائر من طرف السياسيين، حكمت الجزائر من طرف العسكر وحكمت كذلك من طرف الإدارة البيروقراطية. حتى الآن الواجهة التي يعتقد النظام بأنها واجهة سياسية هي في الحقيقة الذي ينظر إليها جيدا والذي يدقق في هذه الوجوه التي تقدم على أنها واجهة سياسية هي واجهة للإدارة البيروقراطية التي زادت يعني وضع البلاد سوء والتي هلكت الحرث والنسل في هذا البلد. لذلك نحن الآن أمام تعقيدات وتعقيدات تتزايد يوم بعد يوم على أصعدة متعددة، على المجال السياسي، على المجال الاقتصادي، على المجال الاجتماعي، وتلقي بظلالها طبعا على الوضع الحقوقي اللي هو في الحقيقة يعطي صورة سوداوية ويعطي في نفس الوقت صورة حقيقية عن الوضع الذي نعيشه عندما يزج بالنساء كما ذكرت ويزج كذلك بمئات الجزائريين في السجون ويتابع عشرات الآلاف وتعدل القوانين حتى يقمع الشعب بقوانين ظالمة وقوانين جائرة وقوانين تسلطية وقوانين قمعية وتمر عبر برلمان غير شرعي ومنظومة في رمتها غير شرعية. لذلك أنا أقول لا يمكنني بأي شكل من الأشكال أن أدافع على مرحلة بوتفليقة وأقول عنها شيء، يعني لأن المرحلة التي وصلنا إليها الآن قلت بأنها هي تحصيل وهي نتيجة لمقدمات ما كان يحدث في عهد بوتفليقة وما كان يحدث كذلك قبل المجيء ببوتفليقة وما كان يحدث حتى منذ بداية الاستقلال. إذن نحن الآن عندما وصلنا إلى هذه المرحلة تأكدنا بأننا وصلنا فعلا إلى الحضيض، وصلنا إلى وضع حقوقي متدهور وأوضاع في مجالات متعددة متدهورة. هذا أسباب متعددة كما أذكر الأخ إبراهيم غربي، كذلك هناك أشياء نتحملها نحن كجهة أخرى نريد يعني بدورنا من أن تكون هناك فضاءات متاحة، أن يكون هناك وضع أحسن، أن تكون هناك قوى بديلة تجابه بالإرادة السياسية هذه العصبة التي تجسم على صدور الجزائريين. لكن في الواقع نحن لن نقدم أشياء كثيرة، نعلم جميعا بأن هذا النظام ليس بالنظام القوي لكن هو نظام متجذر، نظام له خلفياته. يكفي فقط أن نصل إلى طبيعة هذا النظام، أننا نتكلم بسطحية، أن نبحث عن خلفيتها، أن نبحث عن شبكاته، أن نبحث على تركيبته، على حتى تكون يعني يكون يعني قد ما يكون التشخيص صحيح قد ما يكون العلاج يعني فعال ويكون حقيقي. أما عندما نحاول أن نصنع الأشياء بشكل الذي نريد أن نراه، نحن نريد أن نرى الصورة بيضاء وهي على غير ذلك، فأكيد أننا سنخطئ الطريق. لذلك من الضروري أقول بأن هذا الوضع الذي أوصلنا إليه النظام هو الآن بين أيدينا، علينا أن نتوحد، علينا أن نحدد الأهداف، علينا أن نجهز الوسائل، علينا أن نكون فعالين. إذا كانت هذه العصابة التي تحكمنا، هذه الوجوه التي في الحقيقة ليس لها علاقة بالسياسة، قد افتقرت حتى أن تقدم شيئا من السياسة للشعب، حتى أنها صارت تمنعه بالنصوص القانونية. أنا قلت في عدة مرات بأن المادة 87 المكرر هي إعدام للممارسة السياسية في الجزائر، هي إعدام للفكرة السياسية في الجزائر. مع ذلك لم نجد من الذين يملكون الدكاكين السياسية
ويعتقدون بأنهم أحزاب سياسية، من ينتقد هذه المادة، من يقول بأن هذه النصوص تجرم العمل السياسي وأنها تعدمه وأنها تشكل خطرا على الأجيال القادمة، أنها تشكل خطرا على البلاد، أنها ستزيد الوضع يعني مأساوية على مأساوية. لذلك فعلى الجزائريين أن يكونوا الآن على وعي كامل بأن المرحلة حرجة والمرحلة حساسة، وأن يتجندوا وأن يعلموا هذا النظام بأن السياسة تمارس بالإرادة الشعبية وتمارس كذلك بالمفاهيم الحقيقية للعمل السياسي، وليس بالنصوص القمعية وليس بالقضاء وليس بالأمن وليس بثالوث التخويف الأمن والقضاء والتشريع، ليس هكذا تمارس السياسة، ولا تمارس كذلك السياسة بالتوجيه، سياسة بالعصا أو العصا والجزارة. فكل هذه الأشياء قلت بأنها كان يجهز لها. تتصور بأن في وقت بوتفليقة، عندما نعود إلى مرحلة بوتفليقة، أعدم كذلك، أعدم الصوت الآخر، كل أصوات يجب أن تسمع وهي مطبلة لبوتفليقة، يجب أن تسمع وهي مصفقة، يجب أن تسمع وهي مساندة، يجب أن تقزم كل أحزاب، يجب أن تختزل كل عمل سياسي، يجب أن يختزل كل عمل يقوم به حتى ولو كان عمل بسيط، يجب أن ينسب إلى فخامة رئيس الجمهورية. والآن هم يتجهون نحو هذا الاتجاه. هم الآن تابع الأخبار التي تقدمها السلطة في وسائل إعلامها، الآن كل شيء صار يوم. ولكن حتى من هذه الناحية ولو شكليا لم يكن إعلاميا مثلا، على الأقل هامش مناورة معين، كنت أنت تجلس في قنوات خاصة وتحاور الأمين العام الحالي للأفلال الذي يضطر الانسحاب لأنه لا حجة له أمامك، ولا مادة أخرى. لم يكن على الأقل نظام بوتفليقة على سوءه وسوء سجله على الأقل شكليات، يعني سعيد بوتفليقة كان يدير البلد خلف الستار، ولكن ألا يبدو الوضع يعني يزداد سوءا ورداءة يعني في الأداء ويعني انكشافا؟ من هذه الزاوية قد أتفق معك، لكن يجب أن نقتنع. لماذا تلك الصور التي كانت تظهر على الأقل في عهد بوتفليقة كبعض المساهمات الإعلامية للمعارضين، ظهورهم إعلاميا، بعض الوقفات الاحتجاجية لعائلات المخطوفين، للنقابيين، للبطالين، كان هناك حراك في الجنوب للبطالين، كانت هناك بعض الفئويات تحرك، حتى بعض الحركات السياسية كانت تنشط في ضد العهدة الرابعة، كانت تنشط في 2011، كان هناك يعني بعض مظاهر الممارسة المعارضة الحقيقية. لماذا الآن لا نجد مثل هذه المظاهر؟ أنا أقول لك لماذا. لأن النظام اعتقد بأن تلك الممارسات على قلتها وعلى يعني قمعها والتضييق عليها حتى في تلك الفترة استطاعت أن تشكل عملا تراكميا لحركة 2019. يعتقدون بأن ما قامت به سينسيدي في 2011 وقامت به بركات في 2014 وقام ما قام به البطالون وما قامت به عائلة المخطوفين وما قام به النقابيون وما قام به كثير من الفئويات هي التي أدت إلى فبراير 2019 وكانت عملا تراكميا. لذلك هم الآن يجهزون أو يقومون بعملية يجهزون كل فكرة، حتى أنهم جرموا الفكرة السياسية، يجهزون أي محاولة، يجهزون أي وقفة، مجرد وقفة. تصور أن رشيد نجاز وقف فقط وحده أمام سجن الشلف فحكم عليه ومحاميه، يعني من أجل وقفة من شخصين أو من ثلاثة صارت ممنوعة، لا يمكن لأي مواطن أن يقف في أي مساحة في أي زاوية في العاصمة ليرفع لافتة أو يحتج، لأنهم يعتقدون بأن هذا العمل على صغره على قلته قد يشكل تراكما ويكون كوم إن بولدوناج، يقدر يكون هو كرة الثلج التي تكبر وتكبر وتكبر وتأتي بهم إلى 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 حراك ربما يكون أشد من حراك 2019. لذلك هم الآن يعتقدون بأنهم يجب أن يكونوا في الكل أمني الذي يتجاوز بوتفليقة في عن جهيته وفي تجبره وفي رغبته في التسلط.